بناء على ما سمعناه من فضيلتكم في سجود السهو، هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ إذا قرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين مع الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم؟ إذا قرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين مع الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم فقد خالف السنة، والقراءة مكروهة كما نص عليه المالكية، ولا يسجد للسهو بسببها كما قال الإمام الشافعي.